بس عايزك في حد بيحبك قوي معانا على التليفون، فعايزك تقول له الو، ترد عليه وتاخد التليفون ده. الو منور. الو منور يا اسطوره، حبيب قلبي. حبيب ده عرفته قلبي على طول كده. طبعا طبعا. نورنا كابتن شريف. ده قلبي رفرف اول ما اسمع صوته. ربنا يخليكم لبعض. ربنا يخليكم لبعض. اهلا بيك كابتن شريف. طبعا انا سعيد ان انا متدخل على قناه الاهلي بعد الشكل الجديد الرائع اللي احنا كلنا افتخرنا بالظهور ده امبارح، وانا سعيد جدا كمان بوجود كابتن اكرامي على شاشه قناه الاهلي بعد فتره طويله جدا من عدم الظهور، وبهنيك يا احمد بشكل شخصي على البرنامج، واتمنى لك ان شاء الله يعني. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك كابتن شريف. احنا بس يعني اخرنا المكالمه شويه لغايه لما تخلص تمرين. بالظبط، ميعاد التمرين ده انا يا دوب انا لسه قلت لازم الحقه، بس ان شاء الله هتفرج. كانت تمرينه كويسه اهم حاجه؟ الحمد لله كانت تمرينه، يعني كان عندنا ماتش امبارح فالامور كانت النهارده هاديه. انت اسم كبير وابن الاسم كبير في مجال حراسه المرمى يا شريف. بداية طبعا يهمني اعرف، يعني اكيد طبعا كابتن اكرامي بالنسبه لك اب وقدوه ومثل اعلى، بس يهمني اعرف يعني من البدايات كده ازاي كنت بتبص لكابتن اكرامي، وكابتن اكرامي اسم كابتن اكرامي بيمثل لك ايه؟ شوف انا هقول لك بمنتهى الامانه، انا في امور كتير ما كنتش ما استوعبتهاش غير لما كبرت ونضجت، وكمان لما لعبت نفس اللعبه وقفت في نفس المكان، في امور كتير قوي انا ما كنتش مدركها وانا صغير. كنت مدرك يعني ايه شهره، كنت مدرك يعني ايه حب ناس، كنت مدرك يعني ايه ضغط في بتلعب في شغلانه، يعني زي العمل العام بالظبط، وفي جماهير انت متحمل مسؤوليتها وبتنتقد وبتفرح بيك وبتزعل منك، الكلام ده كله انا ما كنتش مدركه لما قررت ان انا العب كوره. في البدايه انا كنت ببقى زي اي ابناء لعيبه الكوره، كنت بروح مع ابويا بلاقي ناس بتشاور له وبركب معاه، ما كنتش فاهم الكلام ده كله غير لما اتحطيت فيه وحسيت بقيمته جدا لما عشته اكتر، غير لما كنت انا مجرد بس بروح معاه وبتحرك وبروح معاه التمرين وبشوف هو بيتعامل مع الناس ازاي. لا طبعا بالنسبه لي لما كمان حطيت نفسي مكانه ولقيت نفسي ابني ممكن اكون انا بتفرج عليه وهو بيلعب، حسيت قد ايه الموضوع ضغط نفسي شديد جدا اكتر من الضغط النفسي اللي انت بتتعرض له وانت بتلعب. فعذرته بصراحه ان هو الحمد لله لسه واقف على رجله لحد دلوقتي وربنا يطول في عمره يا رب يديله الصحه يا طبعا. يعني ودايما هي الحاجه، بعيدا بقى عن اكرامي اللعيب اللي الناس بتحبه، هو بالنسبه لي البركه والظهر والامان والسمعه الكويسه والقلب الطيب وكل حاجه انت ممكن تتمناها تكون في والدك. انا مش بقول الكلام ده فعلا كلام يعني شعارات، انما دي حقيقه وانا صادق جدا فيها، وبنتهز اي فرصه سواء بيني وبينه او لما يبقى في مداخله زي دي ان انا بحاول ان انا اديله جزء من حقه عليا. بس هو كان لسه معانا دلوقتي من دقايق بسيطه جدا بيقول ان هو قرارك او اعلانك عن رغبتك في الموسم ده يكون الاخير ليك مع النادي الاهلي كان سبب في صدمه بالنسبه له على حد تعبيره يعني. اكيد طبعا، اكيد انا كنت متخيل، وعشان كده كنت بحاول ان انا اخليه بعيد خالص عن الصوره، عشان اول حاجه انا عارف ان انا ابويا عاطفي شويه وانا مش معنى برضو مش مجرد من المشاعر، انا كمان عندي نفس العاطفه، بس احيانا لما بتيجي تاخد قرار انا ما بحبش تخلط العاطفه بالعقل. فبالتالي انا هو خد الصدمه زي وزي الناس، وانا للامانه عدت بعد الموضوع بفتره، قعدت برضو الموضوع مش سهل عليا خالص، بس احيانا انت عشان تنهي علاقه بشكل محترم وتنهي علاقه طويله ممتده عبر اجيال كتير بتبقى محتاج ان انت تختار التوقيت والطريقه اللي تحترم بيها المكان وتحترم بيها مشاعر الناس اللي عملتك وعملت اسم العيله كلها. انت هنا جه القرار يعني. انت صاحب مشوار طويل، واعتقد انه مشوار ناجح سواء في تجربه احترافك في هولندا او رجوعك لمصر وحراسه مرمى النادي الاهلي، دوافعك بالتاكيد كانت محسوبه، واهدافك من وراء قرار زي ده مهم جدا تبقى معروفه للناس. اهم طبعا وانا صارحت الناس واتكلمت بمنتهى الصدق، الموضوع ما كانش فيه اي دبلوماسيه كعاده الناس اللي متعوده مني على الدبلوماسيه، لا انا اتكلمت بمنتهى الصراحه وبمنتهى الصدق، وعشان كده الكلام وصل للناس، واعتقد ان الحمد لله ان رد الفعل كان ايجابي والناس احترمت القرار ده وما كانش فيه اي تعليقات. ممكن توجه رساله للجمهور النادي الاهلي اللي بيتابعك وبيتابع كابتن اكرامي وبيتفرج على القناه دلوقتي، تحب تقول لهم ايه يا كابتن شريف؟ انا بقول لجمهور النادي الاهلي انتوا السند الحقيقي لكل حد بينتمي للنادي الاهلي، وانتوا الدرع والسيف بتاع النادي على مر كل العصور وكل الاجيال. نداء خاص الفتره اللي جايه، تحديدا السنتين اللي فاتوا والفتره اللي جايه، انتوا دوركم مهم جدا جدا،
وليكوا تأثير قوي جدا جدا على النادي على في كل المستويات. احنا دلوقتي بنلعب في فترة من غير جمهور وبقالنا فترة طويلة، والسوشيال ميديا والامور اللي حواليها كلها بقت بتلعب دور قوي جدا في التأثير لإعطاء مؤشر للنادي ونجاحه. فأتمنى ان انتوا تبقوا دايما داعم للنادي ودايما في ظهره، ويحصل فول سبورت لكل منظومة النادي الاهلي، سواء المنظومة الاعلامية والمنظومة الفنية والمنظومة الادارية، لان النادي الاهلي دايما قدر ان هو فيه تحديات كتير، والتحديات دي عمره ما هيقدر يواجهها الا لو معاه الدرع والسيف بتاعه هو وجمهوره. واتمنى ان شاء الله دايما الدعم ده يفضل متواجد وما يتاثرش، والناس ما تديش ودنها لاي حد ممكن بيكون عايز يهدم النادي الاهلي او عايز يفرق صفوف النادي الاهلي، لان في الاخر انتوا الحاجه الوحيده اللي ما بتتغيرش على مر الاجيال. اللعيبه بتتغير والاداره بتتغير وكل حاجه بتتغير، والجمهور هو اللي ثابت. فاتمنى ان ده يكون وصل بكل اللي انا اقصده. يعني انا بشكرك شكرا جزيلا على التواصل معنا في السادسه، ومبسوط دايما ان انا بسمع صوتك كابتن شريف اكرامي. تحب تقول حاجه في نهايه المداخله دي لكابتن اكرامي قبل ما نقفل؟ يلا حبيبي ابو علي. شكرا كابتن شريف، الف شكر، بشكرك مره ثانيه.